هذا تحليل سيدور حول اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. وفي هذا الإطار ربما كريستيانا جورجيفا مديرة صندوق النقد لم تكن متفائلة كثيرا بنسب النمو الاقتصادي العالمي لعام 2024 وربما حتى عام 2030. هذه النسبة ستكون حول 3% تقريبا، أقل قليلا أو أكثر قليلا، لكنها دون المستوى التاريخي المتوسط للنمو العالمي عند 3.8%. وهذه إشكالية كبيرة تناقشها اجتماعات الصندوق هذا العام حسب ما صدر في التقرير الصادر عن الصندوق قبيل انطلاق هذه الاجتماعات. هناك إشكاليات أخرى ربما تواجه هذه الاجتماعات خاصة بدفع النمو العالمي. إذن ستكون أكبر المشاكل التي ستواجهها هذه الاجتماعات أو يجب أن تناقشها بشكل من التفصيل هو تحفيز رأس المال ورفع كفاءة العمالة. هذان الملفان هما الأكثر إثارة للنقاش، أو هكذا يجب أن يكون أكثر إثارة للنقاش حسب الخبراء، لأنه بهذين العاملين ربما تدفع نسب النمو بشكل أكبر في العالم في الفترة المقبلة. هذا سيكون مثار النقاش الآن مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ هيثم الجندي المحلل الاقتصادي من القاهرة. أستاذ هيثم، أهلا بك. بداية، ربما مهمة الصندوق الرئيسية الآن وفي عموم مهام الصندوق هو استقرار النظام النقدي العالمي وأسعار الصرف ونظم المدفوعات، هذه المهام الرئيسية لصندوق النقد الدولي، لكن ربما ستكون المهام الرئيسية الأكثر أهمية الآن بعيدة عن المهام الرئيسية للبنك، تحفيز النمو البشري وتحفيز رأس المال. بالتالي هناك ملفات إضافية يجب أن تناقش حتى تزيد نسب النمو العالمية. في البداية تحياتي لحضرتك. يعني اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتيجي في وقت يعني بيشهد مزيج، نقدر نقول عليه مزيج غريب ما بين معدلات نمو متباطئة عالميا ومعدلات تضخم لازالت مرتفعة بشكل عنيف، وفي نفس الأثناء معدلات فايدة لازالت مرتفعة واحتمالية تخفيضها بالأخص الفوائد الأمريكية، احتمالية تخفيضها بشكل كبير زي ما كان متوقع في السابق لم يعد قائما. في نفس الوقت كمان توترات جيوسياسية مديونية مرتفعة بالأخص على الدول النامية، فبالتالي في معطيات صعبة على الأرض. وفي الاجتماع دوت هنشوف نظرة صندوق النقد الدولي للنمو العالمي. يمكن هو كان في يناير توقعاته ان الاقتصاد العالمي ينمو بمعدل 3.1% العام الجاري، وفي عام 2025 ينمو بمعدل 3.2%. في احتماليه ان يتم رفع هذا المعدل بشكل طفيف، واللي هيكون التحسن في الرؤيه مرتبط بنسبه كبيره الى الاداء الاستثنائي اللي بيؤدي به الاقتصاد الامريكي، ولذلك في حد ذاته بيشكل تحدي للاقتصاد العالمي. يعني يمكن كان عندنا في الاسبوع الماضي بيانات التضخم في امريكا، وأظهرت أن لازالت الميل الأخير للسيطرة على التضخم في أمريكا لازال صعب، لازالت رحلة النزول بالتضخم إلى معدل 2% اللي بيستهدفه بنك الاحتياط الفيدرالي لازال متعثر لثلاث شهور على التوالي. التضخم بيفوق التوقعات، ولازال بيؤكد أن إذا البنك الفيدرالي مش هيقدر يخفض الفايدة بالموعد المبكر اللي كانت شافته في البداية أو بالعدد المرات اللي كانت متوقعة قبل كده. يعني كان الفيدرالي متوقع يبدأ في شهر يونيو ويخفض الفايدة بحسب مسؤول الفيدرالي ثلاث مرات السنة دي. بعد البيانات الأخيرة أصبحت قناعة السوق ضعيفة جدا في هذا الشأن، وترى إن الفيدرالي تخفيضاته للفايدة تكون مرتين، وكان علقت على الأمر دوت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بإن ارتفاع معدلات الفايدة الأمريكا مصدر قلق لو استمر لفترة طويلة، فدوت بيزيد من تكاليف الاقتراض على الدول وبالأخص الدول النامية والناشئة. طيب، أيضا هناك ضغط أكثر على الدول الناشئة أو صاحبة الاقتصادات الأضعف. زيادة الحجم السكاني المتنامي سيزيد بالتالي أو سيقلل بالتالي نسب النمو والتنمية، ويقلل أيضا من فرص تنمية بشرية مفترضة في هذه الدول، وهذا يضغط على كثير من الدول المنضوية تحت صندوق النقد الدولي، وبالتالي سيضعف أهداف الصندوق وأهداف تنفيذية للمرحلة المقبلة ترفع نسب النمو العالمي إلى المستهدفات. ده حقيقي. يعني احنا في الاجتماعات ديت
هيكون برضو من ضمن الملفات محل النقاش هو كيفية التعامل مع الدول المتعثرة في سداد ديونها، وازاي يبقى في تنسيق ما بين مثلا نادي باريس زي اكبر دول الدائنه في العالم والصين بما انها اكبر دائن ثنائي، ازاي يبقى بينهم تنسيق في ان الدول المتعثره عن السداد يتم تخفيف اعباء الدين عليها، فده برضو ملف مطروح للنقاش. ايضا التوترات الجيوسياسيه واصدقها، يعني اللي احنا شايفينه سواء كانت توترات في الشرق الاوسط او في شرق اوروبا في اوكرانيا، كل هذه الامور بتنعكس ايجابيا على اسعار الطاقه، وده بيشكل في حد ذاته تحدي للدول الناميه المستورده. فدي كلها ملفات مطروحه للنقاش في اجتماعات هذا الاسبوع لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي. يعني هو في هذه الحاله الصندوق يمتلك قدرات ماليه تصل لحوالي 983 مليار دولار، أقرض منها حسب أرقام عام 2023 نحو 696 مليار دولار، إذن لديه ملاءة مالية أو تغطية مالية تمكنه من ربما إعفاء بعض الدول من الديون أو رفع نسب الإسهامات في اقتصادات هذه الدول بما يمكنها من تحقيق نسب نمو أكبر، فبالتالي الصندوق متماسك، ليس لديه مشكلة على الأقل في ملاءته المالية. لا دي حقيقة، يعني هو صندوق النقد الدولي من بعد جائحة كورونا وعدد الدول اللي لجأت ليه يعني وصل لمعدل قياسي، بنتكلم في حوالي 100 دولة بتجمعها برامج مع صندوق النقد الدولي، حجم قروضه وصلت اللي هي المستحقة للصندوق ل 150 مليار دولار، وده نير ريكورد بمعدل شبه قياسي. فصندوق النقد الدولي الاحتياج ليه تزايد خاصة في أعقاب جائحة كورونا وما تلاها من موجة تضخمية ثم الغزو الروسي لأوكرانيا والقفزة اللي حصلت في أسعار السلع، فكل هذه الامور زادت من الضغوط على الدول الناميه اللي كمان تضررت اكثر في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. يعني احنا قعدنا 20 سنه العالم بيعيش في زمن الاموال الرخيصه، القدره على الاقتراض والاستدانه كانت ميسره، دلوقتي في ظل الاجراءات اللي قام بها بنك الفدرالي الامريكي ورفع الفائده من مارس 2022 ليوليو 2023 بمقدار 525 نقطه اساس باسرع دوره تجديد نقدي من الثمانينات، لازالت اثارها معكوسه او بتنعكس على الدول الناشئه والناميه. فده برضو موضوع محل نقاش ان ازاي يتم تخفيف اعباء الدين على الدول الناميه والدول كمان ذات تعداد سكاني كبير. فدي كلها امور مهمه جدا تكون قيد النقاش في اجتماعات هذا الاسبوع. على أي حال هو يعني بات معروفا ان عصر نسب النمو المرتفع وعصر نسب الفائده المنخفضه قد ولا على الاقل حتى عام 2030 حسب رؤيه صندوق النقد الدولي، وربما يزيد من هذه المشاكل هو ذلك التشرذم السياسي وربما الامني بين القوى الاقتصاديه الكبرى، عكس ما كنا نشاهده قبل 10 سنوات مثلا، لم تكن الازمه الاوكرانيه الروسيه تؤثر كثيرا على نسب النمو العالمي وعلى نسب أو على فرص التكاتف العالمي لإنهاء هذه الأزمات ورفع نسب النمو العالمية بما يعني يحقق أهداف الكل في العالم، فبالتالي هذه أمور صار من الصعب تحقيقها الآن. ده حقيقي، يعني احنا بنتكلم على فكرة التشرذم الجيوسياسي أو فراجمنتيشن في ظل الصراع التجاري مثلا بين أمريكا والصين وسعي الدول الغربية لإيجاد سلاسل توريد بديلة عن الصين، ما يعرف بالفريند شورينج، نقل سلاسل التوريد لدول صديقة أو ذات الفكر المماثل، طبعا ده بيترتب عليه آثار سلبية سواء بزيادة في التكاليف وتباطؤ في النمو. يعني أداء الاقتصاد الصيني ما دام مش بيؤدي بالشكل الجيد فده ليه آثاره، لأن أكبر بلد بيستورد سلع مواد خام هي الصين، فإن الصين عندها مشاكلها وفي نفس الوقت داخلة في صراع وحرب باردة مع الولايات المتحدة، فدوت بيزيد من الأعباء على النمو العالمي وبالتبعية على الدول النامية اللي تكون منتظرة طلب أو شراها من جانب الصين في الطلب على سلاحها. فالتحدي المتعلق بسلاسل التوريد والتشرذم اللي بيحصل حاليا في العالم ليه تداعياته، وبرضه دوت من الامور اللي محتاج وحذر منها صندوق النقد الدولي في اكثر من مناسبه بان دوت هيكون ليه اثره السلبي ان بيخلي النمو العالمي بيؤدي بشكل متواضع عن المعدلات السائده قبل جائحه كورونا. بالتالي هذه الاجتماعات ستناقش ملفات اكثر من ساخنه رغم عدم الاتفاق السياسي على حل معظمها، وهذه اشكاليه كبيره في الوصول الى حلول حسب مخرجات متوقعه من اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. على أي حال سنكون في المتابعة إذا ضيفنا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ هيثم الجندي المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا على وجودك معنا.